مرحبا بأخبار المسألة. اليوم رح نبدأ من لقاء بكركي يلي صار مبارح، وشو هي المعطيات حول هيدا اللقاء تحديدا يلي كان زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بكركي، وهل من مبادرة جديدة للبطريرك الراعي؟ قعدنا نتحدث كمان بما يعني يحصل بالحكومة وتشكيل الحكومة، وأكيد يعني خلي الميكروفون خلاص، حدا خليه يمسكوا الميكروفون بس اتركوه بدي أعرف أحكي. متوترا ومنفعلا بدا سعد الحريري في بكركي بالامس بعد لقائه بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رغم ان جو اللقاء كان وديا كما تؤكد مصادر المجتمعين للاو تي في. خلاله استمع الراعي الى وجهه نظر الحريري الحكوميه واسباب العرقله، والاخير وضعها في خانه مطالبه رئيس الجمهوريه بالثلث المعطل. اما البطريرك الماروني فظل على موقفه من حكومه اختصاصيين مصغره لا ثلث معطلا فيها. هذا هو موقف البطريرك الاساسي وليس تاييدا لسعد الحريري، تقول مصادر قريبه من بكركي للاو تي في، التي تشير الى ان الراعي ليس بموقع تحميل المسؤوليات لطرف دون الاخر. احتكموا للدستور، قال الراعي للحريري بحسب المصادر التي تكشف أن البطريرك الماروني شدد أمام ضيفه على ضرورة التشاور والاتفاق مع رئيس الجمهورية، مؤكدا دور رئيس الجمهورية وشراكته الحكومية الأساسية في ضوء الصلاحيات المنصوص عنها في الدستور والنظام اللبنانيين. من جهتها لخصت مصادر معنية في تيار المستقبل اللقاء للأو تي في بعبارة مقتضبة: البطرك بيتفهم طروحات الحريري، ولكن ما بده أنه يطلع الرئيس مكسور. هل من مبادرة سيقوم بها الراعي لمحاولة إصلاح الصدع في العلاقة بين الرئيس عون والحريري؟ لا مبادرة بالمعنى الحرفي للكلمة، تقول مصادر قريبة من بكركي للأو تي في، ولكن الاتصالات والمساعي قائمة وهي لم تتوقف أصلا، والحريري أبدى انفتاحا وتجاوبا وإيجابية لزيارة بعبدة التي تبقى أبوابها مفتوحة، تختم المصادر. وفيما لم تتبلغ بعبدة بأي شيء جديد بعد، أكدت مصادر المستقبل للأو تي في انفتاح الحريري على أي مبادرة، ولكن من دون أن يعني ذلك تخليه عن ثوابته المعروفة. ولكن اللافت هو ما كشفته هذه المصادر التي قالت إذا في حل كامل متكامل ممكن إعادة النظر بالعدد والأسماء، ولكن شرط ما يكون في تلت معطل بالحكومة. هل يكون إذن باب بكركي مدخلا لإعادة صلة الوصل على خط بعبدة بيت الوسط، أم أن كل هذا الحراك الداخلي سيبقى بلا بركة؟ الجواب رهن إرادة الرئيس المكلف ورغبته الجدية بتأليف الحكومة، تختم مصادر معنية للأو تي في. وتعليقا على اجتماع بكركي وعقب اللغط يلي أثاره كلامه الأخير عبر الأو تي في، كان هناك مداخلة للوزير السابق سجعان أزدي ضمن أخبار الأو تي في مساء اليوم لتوضيح التالي. أنا موقفي صريح، ولكن في مثل بيقول ما في حدا اقل تفسير للامر الا يلي ما بده يفسره بمعرضه الصحيح. انا قلت ولا ازال انه غبطه البطريرك على مسافه واحده من كل الاطراف في لبنان، وهو فوق كل الصراعات، ولا يتدخل في تقنية تأليف الحكومات لا أمس ولا اليوم ولا غدا. وإذا كان اليوم يتدخل بشكل رعوي لتأليف الحكومة، فلأن البلاد لا تتحمل مماطلة أكثر في عملية التأليف. والغريب أن طالما فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف متفقان على نوعية الحكومة، فلا ندري ما هو السبب الذي يحول دون التأليف. ولكن الخوف من أن يكون السبب الحقيقي لتأليف الحكومة في لبنان خارجي، مما يجعل كل المساعي الداخلية غير ذي شأن، لا بل أكثر من ذلك، نشعر بأن هناك يدا خفية تتعاطى في هذا الشأن، ويحاول إن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة الالتفاف على هذه الضغوط من أجل تأليف الحكومة. إلى ذلك، ومن بكركة أيضا تحدثت ابنة الرئيس الشهيد بشير الجميل، واعتبرت أن مشهدية التنين الماضي غير مقبولة والرئاسة خط أحمر.
المشهدية يلي شفناها بقصر بعبدة التنين استفزتنا كلنا وما بتقطع. أنا موقعي الطبيعي معارضة لسياسة وخيارات العهد، وبالرغم رئاسة الجمهورية الموقع المسيحي الأول خط أحمر، وأنا عم بحكي كبنت رئيس جمهورية استشهد لرمزية وقيم هيدا الموقع. رئيس الجمهورية منه باش كاتب مطلوب منه يبصم على ورقة التشكيل، ورئيس الحكومة منه صندوق بريد، وما حدا يتحجج بالدستور، وأصلا ما منعرف مين معه حق. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي كان له أيضا مداخلة ببرنامج رح نبقى سوا اليوم عبر الأو تي في، وقال أنه بعد 3 أشهر على زيارته الأخيرة للبنان اعتقد أنه من المهم أن يكون هناك زيارة أخرى تدفع فيها للحوار والتواصل، وأيضا بما أنه هناك نوع من خلينا نقول يعني الجهود يلي رح تبذلها جامعة الدول العربية. وشو قال عن حزب الله؟ نستمع سوا. نريد أن ندفع بالحوار قدما، ندفع بالتواصل بين الزعماء السياسيين أو السياسيين البلد بشكل عملي إلى الأمام، لأنه تقديرنا أن استمرار هذه الجفوة وهذه القدرة على الاستمرار في وضع صعب جدا، والحقيقة نشاهد ما يعانيه الشعب اللبناني على شاشات الإعلام، وهذا أمر يؤذينا كثيرا، لكن يعني نأمل أنه بدفع من الجامعة العربية ممكن ومن غير أطراف ممكن أنه يكون في تفهم من جانب الساسة اللبنانيين لدقة الوضع و يعني الحاجة إلى العمل. قطعا الوضع اللبناني يتأثر بالخارج، ولكن هناك جزء في الداخل يتعين على السياسيين أن يقوموا به. سعادة السفير، هل تعتبرون أن حزب الله هو جزء من المشكلة اليوم؟ هذا سؤال مباشر بزيادة، وفي الإعلام لا يمكنني أن أجيبك بنعم أم لا. حزب الله هو جزء من التركيبة اللبنانية وموجود في لبنان، ويعني لديه نواب في البرلمان ولديه تأثيره على الساحة اللبنانية بكل تأكيد. اللبنانيون فقط هم الذين يقررون ما الذي يصلح لهم. إذا كان هناك يعني حرص على المصلحة الوطنية فهذا أمر نشجعه، الذي يعمل دون حرص على المصلحة الوطنية فهذا أمر دائما يعني نتخوف منه ونقول أنه يؤثر على الصالح العام للبلد. ففي الحالة المرتبطة بحزب الله أعتقد أنه قرار خاص بالحزب، إذا كان الأمر دائما يريد أن هو يصب في مصلحة الصالح اللبناني العام فهذا أمر يحسب له بكل تأكيد. فاصل ومنتابع أخبار المساء. منتابع أخبار المساء ومننطلق من الاجتماع مجلس الدفاع الأعلى يلي كان مخصص لكورونا، ولكنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب طرح خلال هذا الاجتماع أولوية تشكيل الحكومة، وأيضا تطرق إلى مواضيع أخرى. ومجلس الدفاع الأعلى مدد التعبئة العامة حتى شهر أيلول، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عم بخصص مرة جديدة 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئاسة الجمهورية للعام 2021 لتعويض متضرري انفجار مرفأ بيروت. تقرير نانسي صعب. لتمديد التعبئة العامة 6 أشهر حتى نهاية أيلول وأصدار قراراته متابعة لمواجهة كورونا، التأم المجلس الأعلى للدفاع في بعبدة. وعلى أهميته لم يكن ملف كورونا وحيداً، بل فاقه أهمية ربما ملف تشكيل الحكومة.
من باب الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان صحياً مالياً اجتماعياً ومعيشياً، دخل رئيس حكومة تصريف الأعمال الرافض أولاً لتفعيل عمل حكومته والمطالب ثانياً بتفسير دستوري لتصريف الأعمال بالمعنى الضيق، ليشدد على ضرورة تشكيل حكومة تتصدى لكل الظروف الاستثنائية من خلال استئناف ورشة الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. من دون ذلك يعني أننا سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة، ويعني أيضا أن كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية هي بمثابة مسكنات للوجع، لكنها لا تعالج أسباب هذا الوجع. في كل يوم نرى معونات اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة، بينما العلاج يكون ببطاقة تمويلية تؤمن للعائلات دعما مباشرا يلغي الدعم الذي يصل إلى الناس بالقطارة بسبب جشع بعض التجار وغياب الضمير الإنساني وانعدام المسؤولية الوطنية عند أولئك الذين يتاجرون بلقمة عيش اللبنانيين. يسأل دياب عما إذا كان الصوم عن إجراءات تقمع المتلاعبين بسعر الدولار والمواد الغذائية سيبقى مستمرا بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار في زمن الصوم، مطالبا بالحزم بهذا الموضوع وداعيا الأجهزة الأمنية ومراقبي وزارة الاقتصاد والقضاء إلى الضرب بيد من حديد لقمع المتلاعبين. تداعيات انفجار مرفأ بيروت حضرت أيضا، وفي هذا الإطار تم تكليف وزير المال إعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليرة نزولا عند طلب الرئيس عون من الاعتماد الاستثنائي لرئاسة الجمهورية لتعويض المتضررين. تناول الرئيس عون موضوع تداعيات انفجار مرفأ بيروت والمبالغ الواجب تأمينها للمتضررين لاستكمال كلفة الترميم والتصليح، لافتا إلى تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئاسة الجمهورية للعام 2021، أي 50 مليار ليرة إضافية لتوزيعها على المتضررين، وبذلك يصبح مجموع التعويضات حتى تاريخه 200 مليار ليرة، علما أنه تم صرف 100 مليار ليرة من الاعتماد المخصص لرئيس الجمهورية في موازنة 2020، إضافة إلى مبلغ 50 مليار ليرة من احتياطي موازنة 2021 وزعت وفقا للأصول. بالعودة إلى ملف كورونا، تمديد فترة التعبئة العامة 6 أشهر إضافية حتى نهاية أيلول، فيما قرار الإقفال خلال أيام عطل الأعياد تعلنه اللجنة الوزارية. وفيما يتعلق باللقاحات، فتشير معلومات الأو تي في إلى أن المجلس الأعلى للدفاع اطلع على رفع العقد مع شركة فايزر، وبالتالي إضافة 1,250,000 دولار على العقد الأول الذي بلغت قيمته 1,000,000 دولار، في وقت يبلغ العقد مع شركة أسترازينيكا 2,000,000 دولار، وسط توقع بأن يحصل لبنان على ما يقارب 2,000,000 لقاح حتى حزيران المقبل. وبظل الحديث عن ضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، كيف قرأ رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان هذا الأمر وشو قال عنه دستوريا، وحيث اعتبر بحديث لأيضا برنامج رح نبقى سوا أنه عدم التئام حكومة تصريف الأعمال أقل لإقرار الموازنة خلفيته سياسية ومش دستورية، وأنه التأخير بالقيام بهذا الموضوع بظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية يلي عم نعيشها يعتبر بمثابة خيانة، خصوصا أنه أهم عمل دستوري لازم تقوم فيه الدولة هو إقرار الموازنة. هون في تناقض كمان واضح، أنه إذا بقى نحكي بصراحة يعني خلفيته خلفية سياسية أكثر ما هي دستورية. نحن بنعرف بإيجاز أنه ب 69 حكومة الرئيس كرامة تم يعني كانت حكومة تصريف أعمال اجتمعت وأقرت موازنة وحالتها للمجلس النيابي. ما بعتقد بال 69 يعني كان في الاصطفافات اليوم 8 و14 وكل هالجدل اللي نحن فيه. كذلك الأمر بال 2012 على ما أظن كمان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اجتمعت وأصدرت مراسيم التنقيب عن النفط، وبالتالي هيدا إذا بدك على سبيل الاجتهاد. أما بسبب الدستور فأهم عمل بتقوم فيه الدولة بكل مؤسساتها مجلس نيابي وحكومة هو الموازنة. هذا يعتبر عمل يعني يتعلق بالانتظام العام، وبالتالي عدم وجوده أو التلكؤ أو حتى يعني التأخير مثل ما حصل بالسنوات ما قبل 97 ويمكن من سنة 93 لليوم، هذا يعتبر يعني خيانة عظمى أنا برأيي. مش مسألة هينة أنك تخلي بلد ينفو بدون ضوابط
خاصة بوضع مالي اقتصادي مثل اللي نحن فيه. صرخة رئيس الجمهورية بهذا الملف كمان صرخة إلى زمان، يعني مش من هلأ. عنوان معهده كان وعنوان نضاله للرئيس عون كان هيدا بالنهاية، طالب بالأودت من هو وكان بالمنفى، ووصل بالآخر وصلنا للبنان على كتلة نيابية ورحنا بهذا الاتجاه، خصمنا كل الناس، وصلنا بالآخر هددنا بالسياسة وحكينا وضلينا نحكي بالانهيار ونحذر من الانهيار ونقول لازم هذا الإصلاح يتم. أصدرنا التوصيات، ألزمنا وزارة المال أن تقوم بشغلة على مدى 10 سنوات لحتى قامت بالنهاية بتقديم إعادة تكوين حساباتها من 93 لليوم، توصلنا ل 27 مليار دولار من الأموال مجهولة المصير مع فوائدها بتوصل لثلثين الدين العام. طب هذا النضال وهذا الشغل كله سوا بيروح هيك بكلام وباتهامات وبشرشحة على السوشيال ميديا؟ هيك يعني هيك بنبني دولة؟ لا، ما حدا عم بيقول انه في عمل يعني ما يعني هذا محصور بشخص او بحزب او بتيار، لكن خلينا نصارح بعضنا ونقول لا، الدولة ما كان ماشي حالها بال 30 سنة الماضية، ما كانت ماشي مؤسساتها مثل ما لازم، ما كان حدا عم بفتش بالواقع على، كان كله رايح بانه يلا ماشي الحال وبنبني احزاب وبنبني مذاهب وبنبني مزارع على حساب البلد وعلى حساب الشعب اللبناني. طيب هل اليوم في مسؤوليه متناسبه او نسبيه على الكل؟ انا قابل ونحن كلنا قابلين وكلنا تحت سقف المحاسبه وكلنا تحت سقف المؤسسات والقانون، بس تعوا تنبلش، هذا اللي عم نطالب فيه. كلام لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن مواد نووية بالزهرانة أحدث بلبلة بين اللبنانيين، فشو حقيقة هذا الأمر؟ مواد كيميائية خطيرة موجودة في مستودعات في منشآت النفط في الزهرانة، وتبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطراً بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام. هذا الموضوع يجب مناقشته الآن، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جداً للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار. ما أن أنهى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع لواء محمود الأسمر كلامه التحذيري هذا نقلا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حتى دب الهم بركاب اللبنانيين تخوفا من تكرار مشهد انفجار المرفأ لا سمح الله. في حقيقة الواقع يكشف مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية دكتور بلال نصولي للأو تي في أن الكمية تبلغ حوالي 400 كيلو من مادة أملاح اليورانيوم وغير قابلة للانفجار، والأكيد أنها دخلت إلى لبنان قبل العام 1973، وعلى هذا الأساس لا خوف. عالي النقاوي مش معناتها أنه عالي الخطورة، عالي النقاوي معناتها أنه ما فيهم من عملهم أكسدي، ما فيهم كيف بدي اقول لك رطوبه، بعد حالتهم الكيميائيه ممتازه. مواد استراتيجيه اكثر ما هي مواد خطر. مواد استراتيجيه لانه مواد بقلبها عنصر مصنف بنووي اللي هو اليورانيوم، هذا ما معناته انه مواد خطره وبتعمل مشكله كبيره والى اخره، هذه مواد في منها بلبنان بتستعمل ببعض المختبرات اللي بتتعاطى البحث العلمي وهي تحت الرقابه، ما في اي ورقه بتثبت امتى اجوا وبأي إطار إجوا وإلى آخره. كل اللي فيني اللي كي أنه إجوا مؤكد قبل ما تصدر اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية اللي أبرمها لبنان ب73، لأنه لو كانوا جايين بعد 73 لكانوا هيك مواد ما بيتصدروا للبنان إلا ما ينعمل ديكلاريشن وفق عند الأصول مع الوكالة. ولكن كيف كشف أمر هذه المواد اليوم؟ شركة طلب منا تزور منشأة الزهراني وتقيم المواد الكيميائية اللي هونيك بغية تسفيرها للخارج أسوة بما يتم إجراؤه بمرفأ بيروت. فلما طلعت الشركة على مصفات الزهراني وعملت انسبكشن لقيت أنه في مواد كيميائية أكيد، ولكن لقيت بعض العبوات اللي هن عبارة عن مواد إشعاع مشعة، فعطتوا الخبر أنه هيدي المواد المشعة نحن ما فينا ندقرها ولا بتتاخد لبرا ولا بتنقل، وهذه خاضعة على التحكم رقابي معين. فهذا اللي تمت مراسلتنا بخصوصه،
من قبل المديرة العامة للنفط. يظهر هذا المستند طلب المديرية في 24 أذار الفائت نقل هذه المواد إلى مختبرات المديرية بناء على عرض الأخيرة. أول شيء بدي نعمل ديكلاريشن للوكالة الدولية للطاقة الذرية نحطها بأجواء التفاصيل عن هالمواد أنه موجودين بلبنان، لأنه هولي كل سنة بدك تعمل ديكلاريشن شو صار فيهم. نحن قلنا لهم نحن فينا ناخذهم لعنا على الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لنستعملهم عنا بمختبراتنا، لأنه في لهم استخدامات متعددة بمختبراتنا، ونحن لقيناهم مثل ما بقولوا يعني مثل هدية هولي المواد، وبنحطوا اوريدي تحت التحكم الرقابي بالهيئة الرقابية اللي بتمثلها الهيئة الطاقة الذرية اللبنانية، وبنفس الوقت بنستفيد منهم وبنعمل الديكلاريشن اللازم للوكالة ومنتابع هذا الموضوع. هذا وكان المجلس الأعلى للدفاع قد كلف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى. الغلاء عم يخطف بهجة عيد الشعنينة، ما في تياب جديدة وعودة إلى النخيل والزيتون. اليوم الجمعة وبكرة السبت وبعد بكرة الشعنينة، مين منا ما بينتظر هيدا الوقت من السنة، صغار كنا أم كبار، للاحتفال بدخول المسيح إلى أورشليم من جهة، ولنلبس أجدد وأجمل تياب مع شمعة. ولكن هالأوضاع الاقتصادية اللي رزح تحت المواطن بعدها بتسمح له يستقبل الشعنينة بفرح؟ الأو تي في قامت بجولة على الأسواق التجارية وتفقدت أحوال الناس والتجار، والإجابة كانت موحدة، ما في شعنينة، الحالة تعبانة. مرحبا، عيد. أي عيد منهم؟ البلد فاضي، حركة سيارات على الفاضي. لا ما في عيد، ما بعرف عيد شو. ألعب من هيك ما عشي يصير. العالم كله فش حدا. كنا من زمان نعيد، جيب تياب جديدة، انبسط أنا وصغار، هلا بطل في منا عيد، عم تحصل على أيام زمان. كيف بده يحس بالعيد؟ ما معوش ياكل بده يحس بالعيد؟ ما حسيت انه جاي العيد، يعني ما بعرف، بتحس انه كل شيء مسكر بوجهي، كل شيء يعني الغلا، المعيشه، شو بدي اقول لك؟ ما في شيء عم تسالي عنه، كل شيء زياده، يعني بك تجيبي من هاي بك تختصري، تجيبي من هاي بك تختصري، واللي ما عنده معين ما عنده معي شو بيعمل؟ الوضع تعبان والناس تعبانه، ودمعه هالسيده تختصر كل شيء. انه ولا بتفكر انه في عيد، يعني ما حدا حاسس بالعيد، نسيين العيد. ايه والله، ومشتاقين له وناطرينه، شو بدنا نعمل؟ هيدا الاجواء البلد، الله خلصنا من هالشغله. الحركة بقيت إذن دون المستوى المطلوب، والتاجر يلي كان بينطر العيد مناطرة ليسترزي صار ينطر زبون واحد يدق بابه. بعد لحد هلا ما حداش يفتح، بس عدت في سير، بس دولار بينط بيطلع بينزل بيطلع بينزل بيطلع بينزل، بيخسرنا مصرياتنا. بتبيع على اساس دولار ب 12,000، تشتري السوق بدك تصرفي صار ب 15، بتصرفي ب 15 تدفع حق بضاعتك، بعد الدولار بصير ب 12، كيف بدك تشتغلي؟ الوضع كثير كثير يعني تعبان عاطل، ما في جنس الحركه. عم بسكر محل، يعني محل صار له كذا سنه عم بسكر. صحيح أن السن الشعنينة لا فيها لا زينة ولا فرح ولا بهجة عيد، ولكن رح نبقى نردد ونقول هو شعنا اللي بتعني يا رب خلصنا، فسعى أن يأتي الخلاص للبنان. على الرغم من الصورة السوداوية معيشيا واقتصاديا وماليا، إلا أنه نحن دايما عنا أمل ورجاء، وهيك هي تربيتنا وثقافتنا. لهون نكون وصلنا لختام أخبار المساء اليوم. أكيد لمزيد من الأخبار فيكن تواكبونا عبر فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. شكراً وبنلتقى بنهار جديد من الله رب.